والله تعبت من الصبح وأنا بهذا المكان، حصص ما بتنتهي، دراسة أوف. كنت أقول لما حدخل الجامعة حرتاح، ودخلت الجامعة بس لقيت العكس. بس لا لا، الحمد لله إني نجحت بالثانوية العامة ودخلت الجامعة. على فكرة أبغى أنصحكم، ما تركبون أي سيارة ما تعرفونها، حتى لو قالوا لكم أصحابها إحنا نعرفكم أو كده، أو نادوكم بأساميكم، لا تركبون. تبغون تعرفون سبب هذه النصيحة؟ كملوا الفيديو للآخر. كنت بالجامعة أنا ورفيقتي نجاة، وقضينا كل اليوم هناك، فكنا مرة تعبانين، وأخيرا خلصنا حصص. أنا مرة تعبانة، أنا كمان، وأبغى أكل شيء. أمر ولا تاكسي من هنا، شكلنا حنضل هنا لنص الليل. فوقفت السيارة، فيها مرة ورجال. كيفك يا نجاة؟ إحنا رايحين لبيتكم الحين. كيف تعرفون اسمي؟ انت بنت الحاج صالح اطيب الناس. يلا يلا احنا رايحين عندكم. ايوه انا بنته، احنا نشتغل ويا ابوك في المصرف. يلا يلا نروح لبيتكم، ناخذكم ويانا، رايحين نفس الطريق. يلا انت كمان نوصلك معانا. لا انا طريقي غير طريقكم. يلا معانا حتربحين توصيله مجانيه، احسن من انك تضلين هنا. انت شفتي انه ما لقينا ولا مواصلات. يلا يلا. طلعنا للسيارة برجلينا، ومجرد ما ركبنا اتقفلت ابواب السيارة، بس احنا ما ركزنا. شنو تدرسون؟ انا كمان درست بهذه الجامعة، درست اقتصاد. احنا ندرس فنون جميلة. ما شاء الله انتو فنانات. ابوكي هذا مرة نحبه، عمره وافق لنا على طلب. ها؟ عمره رفض لنا طلب. واحنا نسولف وياها ما اخذنا بالنا من الطريق، فلقيت انه احنا بطريق تاني مو طريق البيت. شكلنا مخطوفين. بس هي بتفشر، فقالت باعلى صوت: يا خالة ريم تعتقد انكم خاطفيننا. ايوه ريم تقول الصح، احنا صح خاطفينكم. انتوا شنو تبغون منا؟ اتركونا. في هذه اللحظة رشوا علينا مخدر وما دارينا بحالنا. فتحت عيوني لقينا حالنا بغرفة مهجورة ومربطة. ففيقت نجات انت يا فيقي، انت تدرين احنا وين؟ انت السبب، لو ما تعرفينهم ليش طلعتي للسيارة؟ وانا كنت ابغى اروح لحالي، لو سبتيني اروح كنت انا انقذك، بس الحين احنا التنتين مخطوفات. كيف كنت حعرف انا انهم يبغون يخطفونا؟ وين شراطينا؟ نبغى تليفون عشان نحكي لحد. يا ذكية، احنا مخطوفات، اكيد اخذوا منا هواتفنا. طيب ايش هنسوي؟ بكتوا يا بنات. طيب ليش خاطفيننا؟ خطفناك عشان ابوك رفض يوافق لنا على القرض، واحنا محتاجينه، فعشان كده هو اللي حيعطينا الفلوس، مش حيوافق بس على القرض. طيب وإيش وضعي أنا؟ ليش خاطفيني؟ هي أبوها رفض يعطيكوا القرض وأنا مالي؟ أنتي الغبية اللي أي حد يقول لك يلا تروحين تركبين، فعشان كده لازم تتعلمين. المهم لو أبوك دفع الفلوس حنطلعكم أنتوا الاثنين، ما دفع ما حتطلعون. يلا نحكي لأبو البنت زمانه على النار. ألو الحاج أحمد، تتذكرنا؟ إحنا اللي طلبنا منك القرض ورفضته. أيوة ولسه حرفضوا عشان أنتوا نصابين. اسمع، إحنا خاطفين بنتك وصحبتها، ولو ما جبتولنا الفلوس ما حتشوفونهم بالمرة. ايش يا الحرامية؟ هاي اسكت واحترمنا، عندك مهلة 24 ساعة وما تحكي للشرطة. ما ادري ليش رموشة اتأخرت وما حكتنا بالتليفون، دقيت عليها بس هي ما بتجاوب، تليفونها مقفول. فكان الحاج احمد حكى لابو الكوامل ابو رموشة وقال له ايش صار في بناتهم. هذا الشوز خنقني، حشيله. ليش شلتي الريحة مرة تخنق؟ احنا مربطين وكمان زدتينا هذه الريحة. ودخل الثاني المرة، حكينا مع ابوك واعطيناه مهلة. ايش هذه الريحة؟ شو الخباية فار ميت بالشوز حقك ولا شنو هذا؟ اف
انا حفتح الشباك عشان تروح هذه الريحه وبعدين ارجع عشان احكي معكم. ايش ده الحذاء؟ ايش ده حفظ الوعي؟ انتوا بنات معفنات ايش ده؟ ما ادري ليش شلتي الحذاء حقك، نسيتي ان احنا مخطوفين؟ هاي هاي تتذكريني؟ انا المشرط اللي شريتيني من الشقين، انا اللي حنقذك من هنا. هاي اتذكرت، انا عندي مشرط اللي شريته من الشقين، حدخل ايدي بجيبتي وحفتح حالي، حفك رباطي واجي افتح رباطك. يلا استني. قطعت الحبل حقي وقطعت حبل نجاة وهربنا من النافذة وقعدنا نجري نجري ما نتلفت ورانا لحد ما لقينا رجال جاي في الطريق، فطلبنا منه انه يعطينا التليفون عشان نحكي لأبوي وأمي. ولما حكينا معهم اجوا لعندنا وجابوا البوليس وريناهم البيت وقبضوا على المرأة وجوزها. الحمد لله انه ما صار شيء معنا، عشان كده انصحكم وحنصحكم وانصحكم للمرة المليون ما تطلعون في سيارة ما تعرفون الناس اللي عليها، حتى لو قالوا لكم انهم يعرفونكم. حبايبي خلصت القصة، بس الحين زي ما وعدتكم حشارك معكم تعليقاتكم المرة حلوة واللي بتشجعني. ويلا حبايبي خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو حبيتوا الحلقه لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك ولايك عشان نكبر عائلتنا. واحبكم يا احلى عائله.